من جانبه أكد جورج مالبورت رئيس قسم الشرق الأوسط في صحيفة لو فيغارو الفرنسية، أكد أن التحقيقات في فرنسا وفي العديد من الدول الأوروبية تؤكد وجود تمويل واضح من قبل ما يسمى بقطر الخيرية، وذلك لمصلحة جهات متطرفة ومشبوهة في أوروبا. En France mais aussi dans plusieurs pays d'Europe. ما وجدناه أثناء التحقيق في فرنسا والعديد من الدول الأوروبية هو وجود تمويل واضح من قبل ما يسمى قطر الخيرية لجهات متطرفة ومشبوهة في أوروبا. إن هناك حوالي 150 جهة ممولة من قبل قطر الخيرية، وعلى وجه الخصوص هناك حوالي 50 مشروعا في إيطاليا وحوالي 20 مشروعا في فرنسا. هناك أيضا تمويل في ألمانيا، بريطانيا، إسبانيا، وحتى في دول بعيدة بعض الشيء مثل الدول الإسكندنافية. لذلك كان من الجديد تماما من جانب ما يسمى قطر الخيرية تمويل أنشطتها، ولكن هذا يعني أن هذه المنظمة غير الحكومية والمقربة جدا من السلطات القطرية مستعدة للعب دور في السوق الأوروبية عبر التأثير في المنظمات غير الحكومية في أوروبا، وأيضا دعم المتطرفين هنا وخصوصا المنتمين للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.